النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. منصة أبواب التعليمية. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة إليكم. نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم نبدأها الآن بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، والتي تشير إلى أن هناك بقايا لكميات من السحب والغيوم غطت خاصة المنطقتين الشمالية والوسطى، وعملت على هطول بعض الزخات المحلية من الأمطار أو المتفرقة في ساعات الصباح، في حين تشير ذات الصور إلى خلو تقريبا سماء المملكة في باقي المناطق من أي تواجد للسحب وغيوم على ارتفاعات مختلفة. هناك كميات كبيرة من السحب والغيوم في المنطقة الشمالية الشرقية، كما تلاحظون البحر الأبيض المتوسط، هي مرافقة لمنخفض جوي جديد يتوقع أن يؤثر على تلك المناطق، لكنه يتحرك بعيدا عن المملكة ولن يؤثر عليه سوى في أقصى أطراف شمال المملكة، بينما يكون تأثيره الأكبر في أراضي سوريا ولبنان، حيث يتوقع أن يجلب المزيد من الأمطار والثلوج إلى تلك المناطق، في حين يستقر الطقس تقريبا بنسبة كبيرة في أغلب مناطق المملكة. المنخفض الجوي الأخير الذي أثر على المملكة وانتهى مع ساعات نهار هذا اليوم جلب كميات جيدة من الأمطار في أجزاء مختلفة من المملكة، بلغت في أقصاها في غربي العاصمة عمان إلى حوالي 46 ملم، في محافظة بلقاء 30 ملم، في عجون 35، كذلك في إربد جرش 25، في الزرقاء 21، جنوب العاصمة عمان 20 ملم، في مادبة 20 ملم، في الطفيلة 2 ملم، وفي الشراء بضعة أعشار من المليمترات، في معان 1 ملم، وفي العقبة 0 ملم، في حين لم تتوفر القراءات حتى لحظة في كل من الكرك ومحافظة المفرق. انتقالا إلى توقعات تحركات الكتل الهوائية خلال الثلاثة أيام القادمة، نلاحظ بأنه باللون الأخضر ما زالت المملكة اليوم السبت ضمن تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة، وبالتالي الطقس هو بارد بشكل عام في ساعات النهار، شديد البرودة في ساعات الليل. يوم الأحد يبدأ تدريجيا دخول هواء ساخن من المناطق الجنوبية من المملكة. هواء ساخن نقصد به بأنه درجات الحرارة المرافقة له أعلى من درجات الحرارة الحالية، فكما نلاحظ بهذا اللون الأصفر يبدأ بالدخول إلى المملكة. ويوم الاثنين كما تلاحظون يتوقع انسحاب تام للهواء البارد نحو الشمال، مبتعدة عن المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، ويحل محله هواء ذات درجات حرارة أدفى تتحرك باتجاه المملكة، ويستمر هذا الارتفاع في درجات حرارة حتى يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى، مع دخول تيارات هوائية ذات درجات حرارة أعلى بكثير من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. سيعمل ذلك على حدوث ارتفاع واضح وملحوظ على درجات الحرارة. بالعودة الآن مرة أخرى للأجواء هذه الليلة في العاصمة عمان، الأجواء تكون غيوم متفرقة، درجة حرارة 6 درجات مئوية، هناك فرصة لتشكل الصقيع في بعض مناطق البادية والسهول الشرقية وقمم جبال الشرى في الساعات المتأخرة من هذه الليلة، والطقس إجمالا سيبقى باردا في أغلب ومعظم مناطق المملكة. نهار يوم غد الأحد يتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، تصبح بذلك درجات حرارة حول معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، الطقس يبقى باردا نسبيا مع ظهور بعض السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في أقصى أطراف الشمالية من المملكة، ويتوقع أن تكون الرياح غدا جنوبية غربية معتدلة السرعة. وهذه توقعات الأحوال الجوية لثلاث أيام القادمة 12 إلى 7 يوم الأحد. المزيد من الارتفاع وارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الاثنين 14 إلى 9 درجات، المزيد من الارتفاع درجات الحرارة متوقع يوم الثلاثاء تصل ما بين 14 إلى 16 درجة مئوية مع ظهور بعض السحب والغيوم، كما نلاحظ درجة حرارة صغرى ليلا 11 درجة مئوية، وبالتالي تميل الأجواء للتحسن من ناحية البرودة. الآن دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين. نبدأها شمال من إربد 14-8، جرش 15-9، عجلون 12-8، وفي المفرق من 14 إلى 7 درجات مئوية. في وسط المملكة في العاصمة 12-7، السلطة 12-9، الزرقاء 15-7، مأدبة 13-7، وفي البحر الميت من 23 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 14 درجة مئوية. في جنوب المملكة في الكرك 13-8، الطفيلة 14-9، معان 15-6، جبال الشرى من 11 إلى 6 درجات، في حين ترتفع في خليج العقبة إلى 25 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى الليل 18 درجة مئوية. نهاية هذه الجولة في المناطق الشرقية، في رويشة 17-6، في الصفاوي 16-5، وفي الأزرق من 17 إلى
7 درجات مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.